بسم الله. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه فيد سكرايب، ده على الموبايل اهوت. اقول له انا عايز ابدا حاجه جديده، ابدا اقول له انا عايز احط صور. والفكره كلها ان هو بيحط صور بطريقه شيك وبطريقه جميله جدا، كانك انت اللي بترسمها، وبينقلك من صوره لصوره بطريقه ممتازه جدا. هدوس على علامه الزائد واقول له انا عايز صوره، وليكن مثلا هقول له بيبول بيبول، تمام، واقول له اعمل لي سيرش، فبيجيب لي اشخاص متعددين، تمام. وليكن مثلا اختار الشخص دوت، تمام، هيبدأ يحط لي الشخص دوت. اقدر اتحكم فيه، اتحكم في الماس بتاعه. خلينا نحط شخص كمان، وبعد كده نبدأ نشوف هيتعمل ازاي. خلينا ناخد مثلا البالنا دوت، تمام، هبعده عنه شوية، وتعالى نقول له بلاي. زي ما انت شايف الموضوع بسيط جدا، فخلينا كأن انا برسم، تمام، كأن انا بشرح حاجة معينة اهوت. طبعا هتحط صوت وتقول انا فلان الفلاني وده البيت اللي انا برسمه، يعني شوية شغلات كده، تمام. ممكن بقى تبدأ تقول له ايه، اكتب لي كتابة مثلا، اكتب بيم عربية، وقول له موافق، تمام. البيم عربية تقدر تتحكم فيها، تخليها مثلا بالحجم دوت، تمام. تقدر تيجي هنا تتحكم بقى مين فيهم اللي هتبقى الأول ومين التاني. خلي بيم عربية مثلا في الأول، وتقول له مثلا خلي لي بيم عربية مثلا تقعد مثلا 3 ثواني مثلا. طيب خلينا نبدأ نشوف الفيديو. أدوس على علامة الزائد وأقول له بلاي بيم عربية، وبعد كده هيبدأ يرسم شخص. أنا عمر سليم، عملنا بيم عربية وفرحان بيها وفخور بيها، وإحنا بنستعملها في إن إحنا نعمل بيلدينج مباني، وهنخش في الإنفورميشن والموديلينج. ممكن تشيل العلامة دي اللي بحس إن هو معملش زوم. لما تيجي تدوس علامة التشغيل اللي هي ديت، تمام، تظهر لك هنا علامة اللي هي زوم أت إند. ممكن تشيل العلامة دي بحيث إن هو معملكش زوم في الآخر خالص. ممكن توقف البتاع وتبدأ تقول له علامة زائد، وتقول له كل واحد فيهم مثلا عايز تاخد كام ثانية، دوبليكيت ديليت زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اسجل صوت، دي اصوات جاهزة. ممكن تقول له انا عايز اسجل، فبيقول لك سجل، وتدوس الو 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 الو، احنا بيم عربية واحنا اشخاص متعاونين من الوطن العربي، تمام. وبعد كده تقول له موافق، تمام. بعد ما خلصت خالص بتقول له علامة الزائد، وبعد كده بتقول له انا عايز اعمل بابلش، فبيقول لك لوج ان، فبتدخل اسمك والباسورد الحساب بتاعك، وبتدخل اليوتيوب. عمر دوت بتقول له انا مثلا عايز انشرها على الفيسبوك، عايز انشرها في المكان الفلاني، اي مكان انت عايزه. فهو البرنامج سهل وبسيط، تقدر تعمل الشغل بتاعك وتنشره والحاجات دي كلها. ونشرح بعد كده ازاي تعمل على الويندوز نفسه.